اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق ميسنجر. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق ميسنجر. سوف نقوم بنزول إلى الأسفل، سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.